بنتي كبوره بالمريخي اللي قتلها راجلها وسبها في ولدها، وولدها ما قاتلها شي 6 شهور وانا مدره في طنجه. المحكمه ما عطاتنيش الوقت، ملي تندخل تيقولوا لي سيري بحالك، وحبسوني في الباب ما خلاونيش ندخل عند ولد بنتي. بنتي ماتت السبت والحد خرجوها دفنوها، تيقولوا لي راجلها مكلف بيها. واش انا امها ولا ما امها؟ انا راه امها، وحقي نشوف بنتي، وحقي نطلب بنتي. وبنتي ما شتا عام وما شت بنتي، وانا ضربتها نطالب جلالة الملك محمد السادس للطلبية ويطلب هذا الحكم ديالي، جلالة الملك محمد السادس الطلبية وطلب حكم بي ويحكم ويحكم ولد بنتي. بنتي مات قتلها ودخل ولدها. كيفاش؟ قتلها راجلها ودخل ولدها، ما يمكن يقتلها ولدها. عاودي لنا الطريقة اللي قال الدري في المحكمة. واللي قال الدري في المحكمة ملي تيسولو سادة الرئيس، الولد كان تيلعب الكرة دخل مع الجوج. الدري شحال عنده في العمر؟ فاش هذيك الساعة وقع داك الشيء 23. سميتو؟ داك حمد المهداوي. أييه حمد المهداوي، ها هو. إلا هاد الولد، هاد الولد، ها الصورة ديالو، لا هاد الولد يقتل أمو ودروك راه لايحينو في الحبس تاع داك. أش قال في المحكمة؟ وزارة العدل، داك سوق لاردة. ودوك أنا تنطالب الشرطة وكل شيء، طالب التحقيق، طالب كل شيء، ما بغا يديروهش معايا. طالب التشريح ما بغا يديروه معايا. المحامي دارت الحومة، أنا درت محامية، ما بغا يطالبوش معايا التشريح. دوك أنا تنطالب التشريح وتنطالب التحقيق، يتحقق وكل شيء يتحقق. فين ما مشيت، مشيت للرباط، ما خليت فين مشيت، حتى واحد مازال ما شد فيا الحق. عاودي لنا القضية اللي قال الدري في المحكمة. اللي قال الدري في المحكمة اللي قال لك دخلت دزت التكي البيت ديالو على الدخلة، ملي تكا تيسمع غوطة ماما، سمع الغوطة مشى، لقى ماما طايحة والدم تيجي منين؟ من ضربها في العم. الموس حداها واللي قال أختها أو البنية واقفة عليها، عندها 10 سنين واقفة على ماماها. ملي مشى للبيت الآخر لقى باباه واقف لابس جلابيتو عمر دمايات، صندارته دمايات، كله دمايات. قال ليه امامك يا ولد الكلب تحت من الكوافوز، سير عيط على عمك دريس ورفض هذيك الجنويه ديها لوحة. الولد خاف ما خوف بوار، رفض الجنويه داها حتى حدا الماكينه بنت يخدم بها الكراج، مشى عيط على عمو دريس. ملي جابوا عمو دريس تعطل عنده، جاوا لقاو الدار والو ما كاين تحت مسدوده، مشى خلطوا عليها السبيطار، جاوا البوليس داو هذيك دخلته، ما وروني ولد بنتي، ما شتو، ما ريتو. المحكمة حبستني ما خلوني دخلتش. البوليس تيقولوا لي الوالدة سيري وقعدي سيري وقعدي. قلت لهم ولد بنتي ما يقتلش، وبيني وبين بنتي عام ما شتها، وفي الموت ما خلوني شتها، حتى ملي ماتت ما خلوني شتها. خرجها البنات تيقول لي خرجها وكيل الملك، ما عندك ما تقولي راجلها مكلف بها. واش هذا حق انا امها اللي مكلفة بها ولا راجلها؟ شكون اللي عطاها لي؟ انا، انا اللي عطيتها لي. شكون اللي عطاها لي؟ هو عطى الفلوس، فلوس بنتي، لقى فلوس بنتي محطوطه، وذهب بنتي وذهب بنتها وهزو وعطاه المخزن. المخزن ما عطانيش الوقت، شرا المحكمه. دخلوا الناس ولقاو شرا المحكمه. نقول شحال درتي شي شكايات؟ درت الشكايات، الشكايه اللي درتها ها هما يا وباقي. الشكاية اللي درتها ومشيت للمحكمة تاع طنجة تيردوني من الباب، ملي تندخل عندهم تيقول لي سيري فكا، يا انا اللي دخلتك. واش انا بنت المخزن وبنت الحق والقانون، ولا انا ما عندي حق؟ منين انا جاية؟ واش جاية من شي دولة اخرى؟ راني بنت القانون وبنت الحق، وولد بنتي، وبنتي مشات وولدها مشى، انا ولد ولدي وبنتي تلقوه ليا وتخرجوه. الجريمة اللي دايرها هو راجلها، راجلها اللي قاتلها، وكاين علاش بنت اختي. وعاود ليا بفمو، بفمو عاود ليا، قال لي انا درت علاقه مع حنان وسترتني، انا فلطت حنان وسترتني. درك انا تنطالبو العايله لاحتني، كلشي لاحني 7 سنين باش معاه. ودرك انا تنطالب يشدوها هي ويشدوه هو، الا ما هادشي كان حق، الا ما هادشي كان حق راه حق، وانا تنطالب الحق، وراني بنت المخزن، انا بنت المخزن وبنت القانون.
10 سنين. ويعطيني البنت، والبنت مهربها عليا اللي شايفه امها من اللي خديها، ودوك تهدد البنت والبنت مكرصه. شحال عندها البنيه؟ دوك عندها 10 سنين وعام. 11. كانت حاضره في كانت حاضره. حاضره مع امها، هي اللي دخل خوها لقاها واقفه على امها. كل هاد نايات وجاو عيط على جيران وبدلوا ليها الخريبقيات اللي ساكنين حداها وبدلوا ليها الولد، قال لي بدلوا ليها امي عمرت حوايجها وبدلوا ليها. واش الحق يكون الحق ولا ما يكونش الحق؟ انا راه بغيت الحق، الله يجعل البركه في الدوله وجلاله الملك ومحمد السادس. عاش الملك، الله يجعل البركه في محمد السادس، الله يجعل البركه في محمد السادس تاع الدرويش. انا درويشه ملاحوني وما عمرني مشيت للمحكمه لا والو، ما عرفت فين نمشي، انا ما عرفت فين نمشي. انا ولد بنتي مشى وبنتي مشات، ما شتا ما تتموت الغضب، ما شتا ما والو. عاش الملك، عاش محمد السادس. انا شدوا لي الحق ديالي وتلقوا لي ولد بنتي، انا طلب ولد بنتي ترخى. ولد بنتي مشى بالباطل، دا يطلع في الحبازات، دا يطلع في الحبازات. واش هذا حق وقانون ولا لا؟ عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. واش شدوا لي الحق والدولة تشد لي الحق وجهي.